لم تكد الولايات المتحدة تعيد بعضاً من خسائر إغلاقها العام بسبب انتشار وباء كوفيد-19، لتأتي الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في عدة ولايات أمريكية لتعمق جراح الاقتصاد الأمريكي. فبينما جاب المحتجون شوارع المدن تنديداً بمقتل جورج فلويد والعنصرية، استغل مشاغبون هذا الحراك وعمدوا على تحطيم واجهات المحلات وسرقة بضائعها وإحراق الممتلكات العامة. أعمال الشغب هذه كبدت الاقتصاد الأمريكي خسائر مالية تضاف إلى ما سببه الوباء. إن الوضع سيء للغاية، من قام بهذا العمل ليس لديه أدنى حس من المسؤولية. لقد أغلقنا عدة أشهر بسبب الوباء، والآن أنظر ماذا فعلوا. إن لم يعوضنا التأمين فإننا سنغلق هذا المتجر، فخسائرنا كانت فادحة. في مدينة مينيابوليس حيث وقعت حادثة مقتل فلويد، كان حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة لا يقل عن 55 مليون دولار. أما الخسائر في العاصمة الاقتصادية للبلاد نيويورك فقد وصلت إلى ما لا يقل عن ملياري دولار. أعمال النهب ركزت بشكل رئيسي على متاجر الهواتف الذكية والإلكترونيات والمنتجات الفاخرة، وهو ما ستتحمل شركات التأمين مسؤولية تعويضه للمتضررين. لا أعتقد أن أعمال التخريب هذه من أجل جورج فلويد. إذا كنت تريد التظاهر فليكن، ولكن ما دخل أعمال وأرزاق الناس بالأمر؟ في مشهد غير مألوف على المدينة، وتحديدا في الجادة الخامسة، حيث تنتشر محلات فاخرة تعود لكبريات الشركات العالمية، وضعت سواتر خشبية على واجهات المحلات في محاولة لحماية الممتلكات من السرقة، وهو ما يضيف عبئا ماليا آخر على الملاك والتجار. رغم هذا لا يزال الاقتصاد الأمريكي قادرا على استيعاب الأضرار التي خلفتها التظاهرات المتوقع توقفها قريبا بعد وعود بمحاسبة المتهمين بقتل فلويد وتقديم مساعدات مالية للفئات المهمشة في المجتمع الأمريكي. حسين إبراهيم للإخبارية، نيويورك.